يلعب لبنون، يتقدم بنون على الأرجح، ستكون الفرصة الأخيرة للمنتخب المغربي. بين يا شبيرة، يلا يا شبيرة، يلا يا شبيرة، يلا يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول. جابها في الشباك زكريا حدريف بعد انطلاقة ذكية من عبد الجليل شبيرة. شوف الصورة، الهربة يا شبيرة، الهربة والانسلال، حطها له حطها له حطها له بالملي، وزكريا بلمسة واحدة بضربة واحدة، ضربة معلم يا حدريف، ضربة معلم يا حدريف، يستغل سوى التغطية الدفاعية وهاتها من الشباك يا جيبوي، هاتها من الشباك. صناعة رجوية 100% بنون وشبيرة، واحد ريف اللمسة الثالثة حطها في الشباك النيجيرية، 1-0 للمنتخب المغربي. توقيت الهدف رائع، توقيت الهدف رائع قبل الثواني من نهاية الجولة الأولى. الله